يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل بعض المفسرين بهؤلاء الآيات وهي قوله هذا ربي أن هذا من باب النظر والاستدلال. لا لا، هذا قول العلماء الكلام، يقول إن إبراهيم قال هذا ناظرا لا مناظرا. نعم، والصحيح أنه قاله مناظرا لهم وليس ناظرا، هذا كلام علماء الكلام والمنطق وهو قول باطل. فإبراهيم على الفطرة ما يحتاج إلى النظر في الكائنات، ما كان بالأول لا يعرف الله حتى نظر في هذه الكائنات. نعم.